الجملة اللي خلت ضلوعي احطم واسبابها قلبي من الحزن موجوع من بعدها وانا اعاني من الم متحير مصدوم مذهول مفجوع مصدوم مذهول مفجوع بحالكم صلوا غزتني بالاسقام قيلت وقشر جلدي وسالت دموع الله اكبر يا تصاريف الايام كيف المساجد ما بسجود وركوع حتى المطاف اللي بعد كثرة تزحم فضى بعد وصار للكل ممنوع كيف الحرم ما فيه من يلبس احلام بعد الجموع اللي تجي بعدها جموع أحيانا أقول أظنها ضغوث الأحلام وليتني أصحى من الحلم مفسوع وأحيانا أقول أظنها وهم بوهم وأنا الصراحة قصدي أهدي الروح أقوال وأفعال وطبوع نستغفرك يا ذا الجلال والإكرام عفوك لنا يا ربنا حصون ودروب يا ضغط الأبيات عندي خبرها يا ضغط الأبيات عندي خبرها نصيحة والظلمة سراج وشموع مثل ما تستخدم معقم وكمام استخدم ارضى الله بكل موضوع كمم لسانك عن جراتي ما لثم عقم نوايا قلبك تعيش مرفوع عقم نوايا